وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين حديث كشم بقول يكوب يتضبطنات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحويري وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام إحل ساري بحفظ زكاة رمضان رمضان زكاة لك بحيي إن أنا إلى اليوم فأتاني آت فأتاني وحي يمد آت مد يمد ذو حبا يمد وفجعل وحب الله بوحي يمد يحثو إنو عن طوبته وقرته من الطعام عنتدي فأخذته وانقبتي وقلت وحنكوري لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكوكر يا ليا أنكوكين يا نبي محمد عليه السلام. قال وحي أنقبتي بأيقويري إني محتاج وانباهنا هاي وعلي عيال عيال وان لا يهي ولي حاجة شديدة دن أدقنا ويهيسا. قال وحويري فخليت عن وانسكسي دايي فأصبحت وان وبرسني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد بايقويري يا أبا هريرة أنا وحبابا أشيغن أي النبي عليه السلام وحيكو أغاذي مركا النبي بايقويري يا أبا هريرة ما فعل محوسمي أسيرك محبوس كاغي البارحة حلي محبوس كاد قبطي محو سميي. قال أبو هريرة وحير قلت حنكوير يا رسول الله شكى حاجة ذنب شاكتي شديدة أذق يو عيالا عيال بو إي شاكتي فرحمته وان أن حريستيو فخليت سبيله وانسك سيداي فخليت وانسك سيداي سبيله وجود كسي طريقي سيبان سيداي. قال وحير أما إنه قد كذبك نبي حير عليه السلام بين بكو شيغي وسيعود ونصون نقندونا. أبو هريرة وحيري فعرفت وحانو غادي أنه سيعود ونصون نقندونا محمد أبو هريرة كقرتي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هذا الكيسيها إنه سيعود فرسته لفيس بانو سيقلي فجعل وحوب الله بإنتو يمد يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحير دعني إسك كيداء فإني محتاج وعلي عياد وعلي عيال لا أعود ما سوى نقول هي إيداء. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمت فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود فرسته ثالثة همين صدحات بن لفيسك وسيقلي ويمده فجعل يحث من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات وطني نبويري وصدح جرمركي أدن بيسي وذ أنك أذيك تزعم شاقيس لا تعودين هذا سون نقون هين ثم تعود هذا نواد سون نقون هين ساي. قال وحير دعني إداء أعلمك وحنك بريا كلمات كلموين ينفعك الله بها إلى هيك وأنفعه. قلت وحنكر ما هن. قال وحير إذا أويت إلى فراشك فراشك هذا مركاد أقصده إذا فراشك هذا جوجلهان يهردهان أدقو تكتو فقرأ وحد آخر ذا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية إلى آية دعاتك ختمتو فإنك أدقو لن يزال كزول ما عليك دشرة من الله حق إلهي حافظ مذك حفظي
يعني متكو حفظيه وحق إلهي كالسعداي كالزولي ما يأكتادا وكو إلالية ولا يقربك كون سودوان ما يشيطان حتى تصبح إلى أدوى بريستي فخليت سبيله جدك سيبان سيدايي وسك السعودي فأصبحت وان وبريسني فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت وحنكر يا رسول الله زعم وحوشي أنه يعلمني إني أبري كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال وحير ما هن ومحوحك بري قلت وحنري قال لي وحي ويري إذا ويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي وحي ويري لن يزال عليك من الله حافظ وملك ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وكانوا صحابتنا وحياهين أحرس شيء على الخير أحرس شيء تدك وجد ذال بدن على الخير حق خيرك خير هدول وشك ويكد ذال الجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك إنتن رمبوكوغو شاقي دعاني آية الكرسي إنتن وكاغا شاقي رمبوكوغو شاقي لكن أسلهان وهو كذوب وبين بدن كذبنا النبي أبو هريرة كويري تعلم مياد قران هيسا من أحدك تخاطب أدلها ليسي إلا شاكيسين هيسي مذ ثلاث ليال سدح منك شكذين الأحمر يسميات قران هيسا يا أبا هريرة قلت وحير الله قال وحير النبي عليه السلام ذاك شيطان شيطان بوأها وفي رواية الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه اقرأها أيو شيطان كويري أخري آية الكرسي في بيتك قولي كو أخري فلا يقربك كوسر دوان مايو شيطان شيطان إيا ولا غيره عد أن شيطان أهين إبليس إيا جن إيا واحد حدبا أردن كوسر دوان مايو عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أبو المنذر وأبي بن كعب كن يديسي أتدري مقران هيسا أي آية آية ديبا من كتاب الله كتابك إلهي كمدة معك آية دا صوت حفظ سنتهي أعظم أوي يعني آية دا قرآن كمدة آية حفظ سنتهي أوي نواتي قال وحير قلت الله ورسوله أعلم إلهي النبي قيسا قرن قال وحير يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله قال قلت حنكري الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال وحور السحابي فضرب في صدري نبي عليه السلام قعنتي سبركة لهيد بولابتي إذا كردفتي وقال وحور والله ليهنئك العلم أبا المنذر ليهنئك العلم يعني ليكن العلم هنيئا لك علم غاس أيان كوكوتي هنيئين هايين يعني علم بان كوكوتي هنيئين هيا أبا المنذر علمه يعني كوته نيدو أبا المنذر ما كآيات قرآن كأقوين هديلقو دي قرآن كواته وآية الكرسي وفي رواية والذي نفس بيده بري إن لها آية الكرسي قيامها لسانا عرب إليه إيا وشفتين لبد بنود إيا لبب شموت بيليه ما حيث منها آية الكرسي تقدس الملك بقرك إلى هيئها أي التسبيح ستا عند ساق العرش عرشك إلهي تيرش كتغي تير كمدة أي آية الكرسي والله بشماضي عرب لبهل كتاغن أو إلهي التسبيح سنيسا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام شيء كستيوح ليه كرس وإن سنام القرآن قرآن كورس كيسو سورة البقرة ويان وفيها سورة البقرة آية باكو جرت
هي السيد آي القرآن قرآن كوردان آياته سنة إيادا سيد أها هي آية الكرسي وآية الكرسي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحرب بين جبرائيل بين جبريل جبرائيل وقت جبريل قاعد أوفدي عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي أكتيسا سمع جبريل محمد لي نقيضا عد يجق جق عد كالباب كمركي لفراء وكلاء من فوق يدوش سوك مغلي فرفع رأسه جبريل مدح يسيبه كرو قاضي فقال وحير جبريل هذا باب كان والباب من السماء الباب هذا السماء كمدها فتح اليوم ما انت لفري لم يفتح قط إلا اليوم ما انت كهرنا لمفر فنزل منهم ملك ملك باكسو دادقي فقال ملك بايري فقال جبريل بايري هذا ملك كنوى ملك نزل إلى الأرض للك أسو دقي لم ينزل قط إلا اليوم للك أمسو دقين ما تكهر فسلم ملك جديد كهابا سلامي وقال وحيري سوى النبي قال لها ضيا أبشر بنورين لبن نورك بشاريسو أوتيتهما لغسيي لم يؤتهما نبي قبلك نبي كاكو هرينا نبي أديكاه هرينا لمسينين لبدا نروى محي فاتحة الكتاب إيا وخواتيم سورة البقرة بقرة ختم كذا لن تقرأ ما آخر يسيد بحرف جملة منهما لبدا كم إذا إلا أعطيته والغسين لبدا آية الكرسي آية الكرسي فاتحة الكتاب دعاء كجرته مثلا اهدنا الصراط المستقيم عدسك والغسين صراط الذين أنعمت عليهم إلى دمات كذا خواتيم سورة البقرة ندى الدعاء يدنا كجرتا دعاء كجرتا ونوالغسين هيا وحا كجرا. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إن الله كتب إلهي وحقري كتابا كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض عرارك يدولك انتونا أبورين بألفي عام لبكن أو سنة كهر أي إلهي كتابك جل وعلا وقري أنزل الله سودجي منه كتابك لوح محفوظك وحوك سودجي آيتين لبا آيات وختم بهما سورة البقرة وكو ختمي ولا يقرآني لبدا آيات ما أخرية في دا ولا يقرآني لما أخرية يوم في دار قري ثلاث ليال سد حمين لغما أخرية يو يعني همين كست لغما أخرية يو سد حمين يسكي حكتا أو فيقربها الشيطان فيقربها الشيطان وكدم الشيطان أسو دواده يعني قري مجرو سد حمين يسكي حكتا آمن الرسول لغو أخرية يو وكدم الشيطان سو قليو. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من قرأ الآيتين لبدا آية قفك آخرية من آخر سورة البقرة آخر البقرة الدنبية في ليلة همين كفتاه ويكف لنيهين ابك سيكف لنيهين. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم مجر يأخذ أقستي مضجعه هالكو سيحن هاي فراش كيسي أتغي وكفر سنة يسيو سيح ددي ويقرأ أخرية سورة سورة من كتاب الله كمدها إلا وكل الله ألا وحو أحل سارا ملكا بو أحل سارا وفلا يقربه أدونك قرآن كفراش كيسي كدو الأخرية أمسو دوادو شيء شيء يؤذيه الدبيا حتى يهب إلى أكسو توسو متى هب مركوسو كعب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلتين قفك همين أخريا مئة آية بقول آيات كتب قفك وحالك قرأ ليسك من القانتين ليسك عابدين كو إله عابدا ليسك ذلك قرأ
وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات قفك أخرى 8 آيات في ليلة همين كتب له وحل قرى قنطار أجر قنطار بوحي الله قرى والقنطار قنطار كاسنا خير وكخير بدن يهي من الدنيا أدنك أردن إيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات قفك 8 آيات أخرية في ليلة همين لم يكتب من الغافلين ليسك غافلين تلقوا مدره. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف وحنق قرن هيا أصوات رفقة الأشعريين قال هذا أشعريين تليير هذا جماعات كوضا عد كوضا قرن هيا بالقرآن قرآن كأي أخريين حين يدخلون بالليل همين كي مركي قريوه هذا قرن ونك سيتهجد يعدكود ري اشعري قولدا ليراد عدكود هلكا سن غرانيا او نبي مخو كو غران وا اعرف منازلهم غريودنا وحان وان غرانيا غريود سيب كو غرانيا من اصواتهم بالقران بالليل همين كي قران كي اخريان اي غريود كو اخريان ايان عدودكود كو غرانيا غريود وحان كو غرانيا عدودكود اي غريود كدول اخريان دي marka tan waxay ku tusi in guriyaha haameenkii quraan lagu akhri jiray oo qiyaamuleelka de korkay ku caan quraanka akhri jireen taas waa mid talabaadna quraanka in kor loo qaado ay dhibaato male laakiin bi sharti wa qafku inuu nadadna dhibeynin una hurdada ka kacaynin riya iyo subcana una ka baqaynin ta saddexadna waxa ka garan guriyaha saxaabada radiyallahu ta'ala anhuma ku noolaayeen guriyada iska cush ah oo iska basaata ah ay ku noolaayeen oo ninkii hadlaba dibadda laga maqlayo wa in kuntu lam ara manazilahum in kastoona aragu nabi kaleeyhi salaam guriyahooda xiina nazalu bin nahari maalinkii markay gelayeen maana arkaynin laakiin dahaminkii codka iyo qiraa'adan isqabsanaysa ayaa guriyahooda ku garanaya codka awgi. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حير من خشي منكم قفكي كبقى ألا يستيقظ إن سوك عوايو من آخر الليل همينك آخر كيسي فليوترها وتري من أوله أمينك أول كيسة ومن أحد كي طمع رجي ومنكم إذن كمدها أن يقوم إنوكع من آخر الليل همينك آخر كيس فليوترها وتري من آخر الليل همينك آخر كيس فإن قراءة القرآن قرآن كآخر تيس في آخر الليل آخر الليل كمحضورة واتيلو جوغو أي ملائكة جوغتو وهي آخر الليل كان أفضل كفض بدن أول النهار. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 3 آيات قفك أخرية من أول الكهف سورة الكهف أول كذا عسم والق النبت قليا من فتنة الدجال أيال لق النبت قليا والنبي عليه السلام ركو ريس صدح آيات بلو وحيودي كذب ابن الطبان آيات بلو وحيودي. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات طبعا آيات قفك حفظية من أول سورة الكهف عصم وحالك النبت قليا من فتنة الدجال وفي رواية من آخر الكهف مركا النبي عليه السلام مركا ولا صد حيات بالله الشيقي يا لو وحيودي هذا حديث كنت بقى لو وحيودي. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 الأواخر طبنك آيادود الدنب قفك آخرية من سورة الكهف فإنه قراءة عصمة نبت قرية أتهي لواسق من الدجال أي أتهي. وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوع من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة قفكي آخريا سورة الكهف مال جمعاها فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة سيديد مال موت بالاقن نبت قلين هيا في التنكست سورة الكهف جمعا قفكي آخريا.
وإن خرج الدجال هدو دجال سيدي داعش رحو صبحنا عصم منه ولا جنبت قرين هيا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كما أنزل سيؤسود دكتي كانت له قفك وحاوسك نورا يوم القيامة من مقامي هل كأوكو أخريي بالله نوري إلى مكة إلى مكة. ومن قرأ عشر آيات من آخرها طبعا آيات هذا أدن بيس سورة الكهف قفك آخرية ثم خرج الدجال والدجال كذب أصابه لم يسلط عليه يعني لقوم السلطة هذه طبعا كايضا سوى آخرين الدجال صابح لقوم السلطة الدجال. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن سورة البقرة وقرآن ككرسكيس وذروته إيا بار كيسا سر نزل مع كل آية آيات كستوحا صور راعي ومنها بقرة كمدها 80 ملكا 60 ملك. واستخرجت وحلق صور البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم واستخرجت ولا صور الله لا إله إلا هو الحي القيوم بل صوصاري من تحت العرش عرشك هوستي سالك صوصاري وفوصلت وحال لغو حليلي ولغو دري آية الكرسي بسورة البقرة لغو دري وياسين سورة ياسين قلب القرآن وقرآنك قلبكيس لا يقرأها ما أخريو رجل يريد الله إلهي كدوني وجهيس لا يقرأها ما أخري رجل يريد الله إلهي كدوني تبارك وتعالى يودار الآخرة إلا غفر له ولودن بدافع. وقرأوها سورة ياسين وحاد كو أخري ذان على موتاكم تذكين نردنتكو قنان ذا. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان سند كيسو وضعيف لكن فضائل الأعمال لو عمل فلكرا. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة قفك همين آخرية سورة ياسين ابتغاء وجه الله وجه إلهينا وآخرية غفر له ولدن بدافع. كان لكن كقرأ حديث كان وحويان حسنه الحافظ بن حجر والشوكاني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ الواقعة سورة الواقعة ننكي آخرية كل ليلة همين كستا لم يفتقر قف كاسي فقير من نقضه كان وحكت قرطان أورده بن السن في عمل اليوم والليلة بسند حسن كان حديث كيسو سورة الواقع حسن كيسو حسن. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام مس حنجر حتى يقرأ إلى وكاخرية ألف لام ميم تنزيل سورة سجدة إيا وتبارك الذي بيده الملك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن كمدة 30 آية أصد آية ضوضها شفعت وحي أشفع قاضي لرجل حتى غفر له إلى لودن بدافي وهي صدنك آيضنا سورة تبارك الذي بيده الملك ويان. وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحير ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة قار كمدها لستي خباءه خيمة دي سيبو كدل تاكتي على قبر قبر بكدل لستي وهو أسقيه لا يحسب أن مودين أنه قبر إنه مشان قبر تاعي أنا قبر تاعي من الجرن هينين مركز شراء عيسى بكدل تاعتي قبر دشي فإذا فيه قبر إنسان
waaba iyadiio meeshan oo khaymada ka dhigtay qabri qof ay tahay, qabriga dhexdiisiibuu ka maqlay yaqra'u suurata almulki xataa khatamaha, qabriga gudihiisiibuu ka maqlay cod suuratu lmulki akhriyaya ilaa uu dhammeeyey. faata annabiya sala allahu calayhi wasalam, nabigu u yimid faqaala yaa rasuul allah, inii darabtu khibaa'ii khaymadaydii baan ka duldhistay, wa ana laa axsibu annahu qabrun, inay qabri tahayna maana moodaynin, faidaa fiihi insaanun yaqra'u suurata almulki xataa khatamaha. faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, nabigu muxuu yidhi calayhi salaam, hiya almaanica, hiya suuratu lmulk almaanicatu, waa ta mancida ee diida cadaabulqabriga, wa hiya almunjiyatu, waana ta badbaadisa, tunjii qofkii akhriyi jirta waxay ka badbaadinaysaa, min cadaabi alqabri bay ka badbaadinaysaa. wa can ibn mas'uud radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi, yu'ta arrajulu fii qabri, yu'ta arrajulu, ninkaa loo iman, fii qabrihi, qabrigiisa loo iman, cadaab baa u imanhaya, fatu'ta rijilaahu, fatu'ta, waxaa looga imanhayaa marka hore cadaabku wuxuu uga imanhayaa qofku markuu qabriga la dhigo, rijilaahu xagga lugaha, fataquulu rijilaahu, labadiisu lugood baa odhanaysaa, cadaabkii bay ku odhanaysaa, laysa lakum, idinma sugnaanin, calaa maa qibali dhankayga, sabiilun wax wada ah, marka cadaabu xagga lugahan aad u kama soo geli kartid. maxay labadii lugood odhanayaan? kaana, wuxuu ninkan yahay maydkiihi, yaquumu, kii istaaga oo yaqra'u akhriya bi, aniga labada lugood bu isuka istaagi jiray, yaqra'u bi, wuxuu igu dul akhriyi jiray ama sababteeda wuxuu ku akhriyi jiray, suurata almulki buu ku akhriyi jiray, cadaabkii baa iska noqon. uma yu'ta min qibali sadri, xagga laabtuu cadaabkii kaga iman, aw qaala batni, ama xagga caloosha, fayaquulu, laabtii baa odhan, laysa lakum, cadaabow kuma sugna, calaa maa qibali sabiilun, dhankayga kama soo geli kartid. kaana yaqra'u bi, wuxuu igu akhriyi jiray ama sababteeda wuxuu ku akhriyi jiray, suurata almulk, uma yu'ta ra'sah, xagga madaxu cadaabkii kaga iman, fayaquulu, madaxii baa odhan, laysa lakum calaa maa qibali sabiilun, kaana yaqra'u bi suurata almulk. fahiya, suuraddani, almaanicatu, tamnacu, waxay diidaysaa, min cadaabi alqabri, wa hiya fi tawraati, tawraadna waxay magaceedu ahaa suuratu lmulki, man qara'ahaa fii leylatin, qofkii hameen akhriya, faqad akthara, khayr buu badsaday, wa atnaba, wuuna ku xeel dheeraaday khayrka. wa can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma yaquulu, qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, man axadkii sarahu uu farax geliso, an yandura, inuu eega, ilaa yowma alqiyaama, ninkii doona qiyaamaha inuu daawadow, ka'annahu ra'ya caynin, sidii isagoo isha uu ku hayo, ninkii raba inuu arka qiyaamahow, falyaqra, ha akhriya, ida shamsu kuwirat, iyo wa ida samaa'u unfatarat, iyo wa ida samaa'u unshaqat, saddexdaa suuradood waxay sawiraan qiyaamaha. wa can ibni cabaas radia allahu tacaala anhuma qaala, qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, ida zulzilat, suuratu zulzilat, tacdilu, waxay u dhigantaa nisfa alqur'aan, qur'aanka barhkii, wa qul huwa allahu axadna, tacdilu, waxay u dhigantaa thuluha alqur'aan, wa qul yaa ayuha alkaafiruuna, waxay u dhigantaa tacdilu rubca alqur'aan, qur'aanka markii afar looma qaybiyo, qayb bay u dhigantaa. wa can ibni cumara radia allahu tacaala anhuma qaala, qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam, alaa yastatiicu axadukum, mid idinka idinkamidihi miyuuna karaynin, an yaqra'a, inuu akhriya, alfa aayatin fii kulli yowmin, maalin kasta kun aayadood miyuunu akhriyi karin. qaaluu, waxay yidhahdeen, waman yastatiicu dhalika, rasuulku ilaahi arrintaa ayaa karaya. qaala, wuxuu yidhi, amaa yastatiicu axadukum, an yaqra'a, inuu akhriya, alhaakum utakaathur, kun aayadood buu dhigantaa.
وعن نوفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ أخري. قلت يا أيه اقرأ. قال لنوفل بكيري اقرأ وحد أخري ذا. قل يا أيها الكافرون. ثم كذب نم إسك السيحو أما نم سيحو على خاتمتها. قل كذب خاتمتنا سيحو. اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم سيحو على خاتمتها مركات خاتمتنا إسك السيحو. فإنها سورة داسي براءة من الشرك. شرك هي كفر هي قالنما هي بريكا ديكيسا وبراءة كيها ليسا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل بكير من أصحابي هل تزوجت يا فلان هبلو مقورستي؟ قال وحير الله والله يا رسول الله ولا عندي ما تزوج به وحنكو قورست بان أمهيو. قال النبي وحير أليس معك قل هو الله أحد ميادا سورة حفظ سنين. قال الحير بلا ها. قال الحير ثلث القرآن ويا طبعا جزبه ودقنتا. قال نبي الحير أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ميادا تانا حفظ سنين. قال الحير بلا ها وانا حفظ سنين. قال الحير ربع القرآن حظا يسا قرآن كمركي أفر من الله قبي قيب. قال الحير أليس معك قل يا أيها الكافرون ميادا نهين. قال الحير بلا. قال الحير ربع القرآن. قال الحير النبي عليه السلام أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال الحير بلى. قال الحير ربع القرآن. قال النبي يقول لك حكير تزوج تزوج قرسو قرسو وحتى خواص باتها قرسو النبي يقول عليه السلام هذا معني سيئين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الحير أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ. أقبلت وحن لصون نقضي مع رسول الله أو فسمع النبي حمق لرجلا يقرأ وآخره يقول يا يقرأ وآخره يقول هو الله أحد. النبي مركو صون نقضي عليه السلام قريق سكوس سعدي بمغلنين قل هو الله آخره يا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ويواجبتي. فسألته أبو هريرة حير النبي قام ويديهم كيري ماذا يا رسول الله ما هو واجبي يعني إنك محاو واجبي. قال النبي هريرة الجنة جنة واجبتي. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأردت وحان دوني أن أذهب إن أنصعد إلى الرجل إنك أتقى وفأبشره أن أبشاري ساسان دوني. ثم فرقت وحان كبقي أن يفوتني إن إدافت الغداء إن قدد ليغسي هرد ميان كبقلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوله فردي جرى عليه السلام مركب حجر أنت أنك أكون بقناه بيلد قدر كسير دافت الدو واحد النبي جهور يلا أملوك هنا الدو واحد سكوا حواها بسيط وآدو ير. فآثرت الغداء قدر دي بنك دور بدي كل كان سوق قديي. ثم ذهبت إلى الرجل نكي بنكون نقضي فوجدته قد ذهب ننوها مركب وانجرن ومركب يجهر السعدي ونكي. وعن نبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم كعجزي أن يقرأين وأخري في هل كم حيث يا له في لي أقل ليلة تنتين هل هذا ما تبقى قتل مسيا ليلة عد بي لا بد عد ما قتل ليلة هم يا في ليلة قرأت الله برد بعض لك هذا أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ليلة همين مكعجزية ثلث القرآن وآخر. قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد يعدل وحيودك أنت ثلث القرآن بيودك أنت. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات تبنجر
بنى الله له الله وحوده قصرا في الجنة قري وين أو قصري هلا قصر هذا مقصود وقري وين ويسكو يلا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذن أستكثر يا رسول الله هذا سيداته وابن بطسن قراءة ديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر يعني أقول ده إلهي بده كوين أما ديق ده إلهي واطي يبو كوين أكسن يعني كل كسوات بدي صد ده إلهي وكاسي بدن يهيون وأجرق وسيبيرين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا نبي قال نندري على سرية جماعات وأمير قردقي وكان نكنا يقرأ الحو أخرية لأصحابي أصحابتي في صلاته صلاة ديسة أي قرآن كسو أخرية يعني قرآن بو صلاة كو أخرية يي كل قرآن كيرد ما يوم فيختم وحكو ختمي قرآنك بقول هو الله أحد يعني قرآن كله سو أخري كل قرآن كيرد ده ما يا أي قول والله كسو جب جبين هيا. فلما رجع عمر كيسو نقدان ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أرنتا سين النبي قو الشيغين. فقال الحير النبي عليه السلام سلوه لأي شيء يصنع ذلك وحسد أسم بالويدية وقل والله نقصه ختم أيوم. فسألوه ويويديا فقال الحير لأنها صفة الرحمن سورة وحيكها ليس الله الرحمن ها صفات كيسية المانتيسة وأنا أنا يقولون أحب وحن جعلها أن أقرأ بها إن أنكو آخريو لأن الله الرحمن السفدي سنجعلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وحاد أشيكتان أن الله إله يحبه إن جعلها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشي النبي وحوه عليه السلام مركو أقصد فراش كيس أهيدو كل ليلة همين كستا جمع كفيه لبديس على عرض بيسوجن هي لبديس قعمود ثم نفث وحكت في فيهما لبديس قعمود وفقرأ وحكوا غري فيهما لبذا قعمود لبذا على عرض قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيك أخري ثم يمسح بهما مركزكم مسحي ما استطاع ان توكر من جسده جركيس ما لمونو كربين مركا وانت لغا سو ريبين با بعدي عورده انك ام با كسو ريبني يا نبي و خوله ما استطاع من جسدي ميل كسو اي لبد غعمود غاده كوم مسح عورده يا بابعوينك غبي لغا انت غاديساي ثم يمسح به ما استطاع من جسدي يبدا وحو كبلابي مسحادا يبدأ بهما لبدا قعمد وحو مسحادو ده كبلابي على راسي مدحيسا إيا ووجهي وجهيسا إيا وما أقبل وحن دي حق هوري ومن جسدي يفعل ذلك وحو السمنجر عليه السلام سداس ثلاث مرات صدح جار. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل نبي كويري قل ورد فلم أقول شيئا وحما أنا أورا نبي يريد وحن إرهاد قرنواي. ثم قال نبي كويري قل ورد فلم أقول شيئا ثم قال نبي كويري قل ورد فقلت عن كويري ما أقول يا رسول الله محن إرهاد. قال نبي كويري قل هو الله أحد أخري يو المعوذتين لبدا الصورة ذات قل عبر بالفلق قل عبر بالناس حين تمسي مركات قلبيسته وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك وحي كافيان من كل شيء شيء كست هذه صدح هذا سورة المغرب كي آخر ده هي الصلاة الصبح بلاي كسته ومال كاسي بلاي كسته من كي لا يكافيه. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ ما أخريست سورة سورة أحب إلى الله حق إلهي اللوغك القعيل بذنيهي ولا أبلغ عنده إلهي أكتسنا كحيل دير أكوين من أن تقرأ إنا الأخريض قل أعوذ برب الفلق فإن استطعت هذا الكرتو
ألا تفوتك في صلاة إن هنا صلاة كوكو دافن ففعل سيدا سمي يعني صلاة كستكو أخري واحد أخري يسعينا هو صلاة كدب صلاة كستكدب أخري. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات ألم ترى ميادا أركين آيات آيات أنزلت الليلة حليل سودجيي لم يرى مثلهن قط ولي آياتهن وكل الله ما أرك يعني هرين من أسودجين وآياته قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس والنبي عليه السلام دو أكتهين برقي هره إنو دعوين بضان أخر سنجري جنك يسحر يبلايد كمان جري جري كل كي إلا بذا سورة السود يقول قل هو الله أحد يقول عبر بالفرق يقول عبر بالفرق يقول عبر بالناس نبي قد دعوين كي كلا وردم ويسكد دعيي لبذا سورة ذات أمبو أخر سنجري مركا مانتا ودي آخر الزمان لجوغو لبكو بدن يهي حسد كو بدن يهي إشو بدن تهي سحر كو بدن يهي إن أفكا كقادم ما قل هو الله يقول عبر بالفرق إيه قل أعوذ برب الناس أنت وحكو صور رعي آية الكرسي إيه آمن الرسول برا أذيقنا إسكد إنا مركز حصوصة تبع عربك هكا قادم إسلام تي حاجية دنا سيدا عن كرد عرورتنا سيدا عن كرد إلى هاي وكوكو بدباد. وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال حري بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي قال للسعودي بين الجحفة والأبواء جحفة ماشي ليراهدو إيه والأبواء ماشي أبواء ليراهدو الأبواء والنبي عليه السلام هو يدين هل كيكو أسنتاي إذ غشيتنا وحان سوفوت سارتي ونصد بوشي ريح دبيل إيه وظلمة شديدة مدو آد أدران فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحب الله بيتعود إنه كم مغان قالوا بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس عرب النبي عليه الصلاة والسلام بلا إذا سوصوا سعطوا أركي عرب حسار يقول عبر بالفلق يقول أعوذ برب الناس وهو يقول نبي محمد يا عقبة عقبة تعود بهما مغان قلبك يري لبضى السورة ذات قل عبر بالفلق يقول عبر بالناس نبي محمد عليه السلام فما تعود من مغان قلو متعود مد مغان قلاي بمثلهما لبضى السورة ذكر يعني وحلا مغان قلو الله مده مجرو قال الحيرة وسمعته وحان مقلي النبي عليه السلام او يا امنا نقول تجينها يا بهما في الصلوات سوى صلاة هذا نقول تجينها وان مقلي مركب وساو النبي الشيخ عليه السلام وحون اله اللغو مغان قلو وربك يا وحا ان شيقنا اتكاو من قشو الله بدا سورة دوت كويني مجرى قل عبر بالفلق يقول عبر بالناس وصلى الله وسلم على نبينا محمد.